السلام عليكم. اليوم حنا كاينين عند اوتوهول وعند فيات اللي ولات دابا مع اوتوهول. استاذ سهام قول لنا الاسمين عافاك. مرحبا بكم. الوغ بالنسبه لهذا الفيات 500 اللي محطوط عندنا دابا في الشوروم كاينين فيها 3 فيرسون. عندنا لا كولت هي لانتري دو كام وعندنا لا كلوب هي لا موين وعندنا لا دولتشي فيتا هي لا توت اوبسون وكاينه لا دولتشي فيتا كابريولي هذيك زيدا غير بلو توا كي كل كابريولي باينه كابريولي فوالا. بالنسبه للكولت ابتداء كتبدا من الثمن ديالها من 15000 من 153000 درهم يعني 15 مليون و 60000 ريال. هذاك لي اوما ولا باقي خصك تزيد ماشي كلي اوما فيه لا ما فيش لا بانتور ميتاليزي ولا فري دي ماتريكولاسيون يعني تقول 16 وشي حاجه تقريبا كتبقى 16 و 300 كلي اوما. بالنسبه لهاد لا فواتور راه هي اللي عندنا غنديروا بها تيست درايف. غندير تيست درايف هي وهاد هاد لا كلوب هادي كتبدا ابتداء من 16800. هادي 16 بهذا اللون هذا بكلشي الوغ نشوفوا الطوموبيل. الطوموبيل دابا شناها دابا الاثمنه الاثمنه حيت الناس لا كلوب 16800 ولا دولتشي فيتا 17 ونص ولا دولتشي فيتا كابريولي ب 19600. الكابريو 19600 يعني يقول كليون وداكشي 20 مليون. والميزه اللي كاينه في هاد لافيات 500 بان لو كليون يقدر يشخص الطوموبيل ديالو كيف ما بغا هو على ذوقه. يعني ممكن انه يزيد باغ اكزومبل يزيد فيها دي زوبسيون يزيد فيها توا اوفران واخا تكون كليب يقدر يزيد فيها توا اوفران يقدر يزيد فيها لو باك ستيل كيكون في جناب سي دي بوند كيكونوا في لا فواتور بحال هادي فوالا بحال هادي بحال دابا هادي وهادي بحال بحال جوج كلوب. الفرق ما بين هادي وهادي ان هادي زايد فيها هاد لا ديكوراسيون ديال هاد لي زالينيومون خومي زايد فيها لي ريتروفيزور ساتيني زايد فيها لي زانتي برويار بارابور الاخرى. واش غنزيدها في الثمن هادي تقريبا على الاخرى ماشي بزاف هادي لو باك سا ديبون على حسب لي باك الا كانوا خدا دو باك كانوا في لا فواتور كتكون واحد 2000 درهم ما كاملاش يعني دابا تقريبا لا تنقول حنا بحال دابا الماكسيموم ديال لي زوبسيون ممكن يزيد في الكلوب ماكسيموم ديال لي زوبسيون يقدر يزيد واحد 3 ولا 4 ديال لي زوبسيون يقدر يزيدهم فيها بحال هادي جيت شوف معايا هنا من الجنب فيها دي بوند لاتيرو بارابور الاخرى فوالا دي بوند لاتيرو كيكونوا على حسب لا فواتور كيكونوا ساتيني بحال دابا هادي نواغ لي بوند اي سون نوار وفيهم هذاك لو سين ديال 500 في سكي ني با لو كاف هاد في هاد الكلوب هادي ما فيهاش هاديك لوك صراحه هاديك كتبان بحال منفوخه وعريضه غير بهاديك الشيشه على عكس عكس الاخرى حتى دوك لي ريتروفيزور ساتيني حتى هما كيلعبوا دور كيزينوا على حسب وزيد ديتيكتور دو بلوي زيد لي دو لي ديال ستاسيونمون الرادار دو ركول ما فيهاش كاميرا لا لا كتركبكم اوبسيون كتزاد كتزاد فوالا هادي فيها الرادار دو ركول ها هو الاخرى ما فيهاش لو فوليوم ديال الكوفر عندك 185 لتر لو فوليوم ديال الكوفر كوفر على حده لي سياج كيكونوا فوالا لي سياج باسكو هادي سي فواتور سيتادين على حساب سيتادين ديال لا فيل بزاف يعني عمليه واقتصاديه بصراحه في المدينه بحال كازا بعدا 100% عمليه بزاف يعني سهله في ستاسيونمون دونك هاد الكلوب هادي فيها لي جونت الومنيوم 16 بوس هادو 16 والاخرى باش كتبدا 15 دونك غير كان فيها 15 ما فيهاش دي جونت فيها دي زونجي ليفر دونك عندك لي فيتر الكتريك عندك لو تيسو ديال هادشي كلشي تعاود باسكو لانسيان فيرسون ما كانش لو ميم تيسو دونك هادي سي لا نوفيل لو تابلو دو بور هو كيتبيرسوناليزي على حسب لا كولور شوازي من الكليون دونك هادي تابلو دو بور ديالها نوار باغ اكزومبل غنمشيو نشوفو ابخي الحمراء غيبان لك لو تابلو دو بور اون روج avec un mix ديال لي كولور في لو فولون هذاك هذاك فولون كلاسيك هذاك هذاك هي دي زيد دابلي كران تاكتيل 7 بوص avec اندرويد والبومي دو فيتاس ان كوير واخا هذيك لونتري دو كام نقدر نزيد لها ليكرون ولا فيها ليكرون ديجا فيها راديو كونيكت افيك اكران 5 بوص صغيره صغيره ولكن ما يمكنش ندير لها ليكرون كبيره بور لانستون لا مي نشوفوها ابخي الا كانت كتزادكم اكسسوار تزاد في لاتيني يعني الناس اللي بغا شي حاجه يجي كما قلنا الناس اللي بغاو فيات 500 ومن اوتوهول يجيو لمراكش او لا كازا او لا فاس ولكن كما قلت لك كتشوف شي قريب شي مدينه اخرى ما في بعيد على هاد المدن الثلاثه اللي قلت سير عند هذاك اوتوهول اللي قريب لك وقول لهم بغيت النمره ديال الكوميرسيال او لا شي واحد اللي خدام فيات باش تستافد من هذا العرض يلاه قولي دابا العرض اللي كاين بل العرض ديال الكريدي حاليا اوتوهول دايره فيها واحد العرض اللي هو جد انتريسون سورتو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش عندهم مشكل ديال التسبيق هذا العرض كيتسمى لو باي باك شنو المعنيه ديال هذا الباي باك هو عرض ديال العقد كراء بقابليه الشراء
يعني هذا العرض كيستهدف خصيصا فئه ديال الناس اللي ما عندهمش مونطون كبير ديال التطبيق وباغين طريطة اللي تجيهم بجد منخفضه ومناسبه في الشهر. اون جينيرال كيتراوح المبلغ ديال هاد الطريطة ما بين 900 حتى 1000 درهم في الشهر اللي هو ثمن متناول. 900 1000 درهم ماشي شي حاجه. 1000 درهم في الشهر. وفي التطبيق حتى التطبيق دايرين ابتداء مع 10%، يعني حتى التطبيق الا شفنا باغ اكزومبل بهذا المونطون ديال 15300 باش بات ديال لا كوت اونتري كتجي واحد 15000 درهم في الشهر في التطبيق. دابا باش نهضروا نعطيو اكزومبل يكون صحيح، دابا عندنا هذيك سميتها الكولت ياك؟ الكولت هي لونتخي دكام، لونتخي دكام دايره 15 وشي حاجه، 300 يعني 10% هي 15000 درهم. 15000 درهم يعني ولو غيست يعني غايجي دابا التطبيق غير 15000 درهم شحال غاتجي الطريطه في الشهر؟ غاتجي اونتخ 900 ل 1000 درهم في الشهر. على شحال من شهر؟ عنده اختيار ما بين 3 سنين وربع سنين. 3 سنين وربع سنين. 3 سنين وربع سنين. الوغ ملي كيسالي هاد 3 سنين وربع سنين كتبقى واحد القيمه متبقيه في الكريدي في الاخر. هذاك تعاود تسبق بزاف في الاول كتقسم داك التسبيق بحال على جوج نقولوا. هذيك القيمه المتبقيه الا كان لو كليون متوفره عنده هذاك لو مونطون قدر يجمعوه في لا بيريود فاش تاريخ ربع سنين ولا ربع سنين هذاك لو مونطون كيخلصو وتفاسون كيكون لاكارت ديز سميتو كيخلص داك المونطون وكياخذ لا مال لوفي ديالو. ولكن ما عندوش الا ما عندوش هنا اوتو هول كتلتزم انها تشري من عنده طوموبيل هذاك لو مونطون ويقدر ياخذ اون اوتر فواتور يعني بحال كيرجع لهم بحال كيرجع الطوموبيل ياخذ طوموبيل اخرى بلاصتها ويمشي ويكمل يعني بحال الا جينا نشوفوا نظره شامله على هالكريدي بحال الا كنتي كاري الطوموبيل مده ديال 3 سنين ولا 4 سنين كاريها بثمن قليل حيت الا جينا نديروا عمليه حسابيه باش نوضحوا للمشاهدين انه الا درتي 1000 درهم في الشهر وضربتيها في المده ديال 36 شهر وزدتي عليها هذيك 10% ديال التطبيق اللي سبقتي في الاول كطيح في واحد المونطون ديال 51000 تقريبا. انا كنحسب لك على لونتري دو كام باش الناس عاد ديك الساعه بقاو يشوفوا هما على حسب الاختيارات ديالهم يعني ملي كتزيد عليها كطيح في واحد المونطون ديال 51000 هذيك 51000 اللي قسمتيها على المده ديال 36 شهر راه كتجي واحد 1400 درهم باغ موا يعني بحال لو كليون كاي لا فواتور ب 1400 درهم لو موا دونك شي حاجه اللي كاين كراها في الواقع شنو الشاري غير في الواقع راه مينيموم 6000 درهم حاليا راك عارف لي لوكاسيون اقل حاجه لونغ دوغ هي 200 درهم للشهر اقل حاجه يعني اللي حسبها مده ديال 30 يوم راه غتجي واحد 6000 درهم باغ كونتر الى دار هذا لو كريدي يعني بينيفيك ليه ومدوز بالطوموبيل واحد 36 موا يعني 3 سنين وكارت كريز بسميتو كارت كريز بسميتو مدوز بها 3 سنين ولا 4 سنين على حسب لو شوا ديال لو كليون ونزيدك واحد المعلومه واحده اخرى يعني الا قسمنا هاد 1400 درهم على 30 يوم راه كتجي 40 درهم للنهار يعني 40 درهم للنهار راه سي دوني بحال كاري طوموبيل ب 40 درهم للنهار لا ناقصه بزاف يعني سي ان كريدي اللي فغي هذاك الشيء كاين كاين عرض متناول الجميع الناس اللي بغاو يشريو طوموبيله طوموبيله صغيره ديال المدينه خصوصا وما عندهمش حتى الناس اللي ما عندهمش صالارات كبار صراحه فوالا اللي ما عندهمش صالارات هذه القضيه هذه ديال كنعرفوا كاينين الناس اللي الصالير ديالهم ما كيسمحش لهم انهم يتحملوا اقتطاعات عاليه المبلغ بحكم ان عندهم طريطه ديال الدار عندهم التزامات حتى دابا الدنيا غلات دابا يا صراحه هذه فوقيتها اللي بغا والطوموبيل دابا ولات ضروريه بزاف لانه التنقل صعيب وصعيب بزاف تنقل صعيب بزاف في هذه الحاله ان اوتو هول فكرات في هذه الفئه بالضبط اللي حتى هما وممكن لهم انهم يستافدوا من هذه الاقتطاعات المنخفضه قال لك واش فيه لاسورانس واش فيه لاسورانس لاسورانس ديال الطوموبيل لا لاسورانس ديال الكريدي لا لاسورانس كيديرها لو كليون بوحدو ما فيهاش لاسورانس لا لاسورانس الضريبه داكشي بوحدو داكشي لاسورانس الضريبه هذيك شي بوحدو هاد الضريبه ديال 350 درهم لاسورانس 2000 وشي حاجه البوت ديالنا من هاد الكريدي انه يكون طريطه قليله الا جينا ندخلوا لاسورانس غتولي لا تريط غاليه على هي ترجعني هي بحال ما درنا والو حيت حاليا بيني وبينك الا جا كليون باغ اكزومبل وبغى بغى ياخذ كريدي وما عندوش لافونس عنده 10000 درهم عنده 20000 درهم الماكسيموم اللي يقدر يعطي غتجيه طريطه غاليه غتجي مينيموم واحد 2000 2500 درهم للشهر يعني ما مقدورش عليها الا كان عنده ان سالير ديال 6000 درهم وعنده طريطه ديال الدار دونك ما شويه صعيبه دونك حنا حاولنا ان نكونوا نجاوبوا على هذه الفئه اللي ما عندهمش تطبيق وبغاو طريطه اللي تكون خفيفه في الشهر ومقدور عليها وحتى في ناحيه لونغاجمون ما كنونغاجيوش لو كليون انه يخلص هذيك لا فالوريز ديال يعني قيمه متبقيه ماشي ان اونغاجمون انه يخلص يعني ماشي ماشي بالزمن الا ما عندوش هذاك لو مونطون بامكانه انه يسلم اوتو هول كتونغاجا بانها تسلم عنده طوموبيل بهذاك لو مونطون متبقي ويختار شي طوموبيل واحده اخرى يعني على حسب الاستطاعات ديالو والامكانيات ديالو طبعا واحد القضيه اللي خصني نقولها هو انه اي واحد بغى يدير كريدي خصو يكون مرتاح في هذاك الكريدي ديالو ما تجيش تضغط على راسك ولا شي حاجه اكثر
لك شاش بالي انا هذا هو اكثر حاجه انتريسو، خصوصا فيات سانسون لي طوموبيل زوينه، لي طوموبيل يعني فيابل ما فيهاش المشاكل بزاف، خصوصا الجينيراسيون الاخرانيين مازال دوك الاولين نقدر نقول عليهم شي حاجه، طوموبيلات ساهلين في السوق بزاف بالنسبه للناس المبتدئين، وحتى تشدوا الثمن ديالهم في الماتشين. افترض انك دبرتي على داك الثمن وداك الشيء بغيتي تخلي الطوموبيل عندك وباقي باغي تبيعها، تقدر تبيعها بنفس الثمن وتخرج بها. يعني الكليون كيبقى عنده الاختيار، اما وفر هذاك لو مونطون راه كيخلص القيمه المتبقيه وكياخذ الطوموبيل ديالو باسكو لا كارت كريدي سميتو، الا ما توفرش له هذاك لو مونطون بامكانه انه يبيع على برا ويخلص هذاك لو مونطون، يعني عنده اختيار. عنده بزاف ديال الاختيارات. فوالا عنده بزاف الاختيارات. بحال انا نعطيك واحد القضيه بحال دابا كمثال، كان يقدر يبيعها بشي ثمن اكثر، بحال دابا المارشي غادي وكيغلى. اكزاكتومون. وقدر يبيعها بثمن اكثر يقدر يجيب لكم هذاك المونطون ويشيط له مازال من الفوق يعني ويقدر يكمل معكم في طوموبيل اخرى عاوتاني نفس الديكور عاوتاني ويكمل ويعطيها افونس في نوتخ فواتور وياخذ. هذه بوسيبيليتي ماشي 100% ولكن المهم انا حيت دابا عارف المارشي باقي غادي يغلى وباقي فري غادي يزيد يغلى المارشي اكثر خصوصا ديال لوكازيون. الوغ بالنسبه للناس اللي يقدروا يستافدوا من هذا العرض يعني سواء سالاري فونكسيونير يعني جميع انواع الناس اللي يقدروا يستافدوا من هذا العرض يتصلوا بنا على الرقم ديالنا ولا يكونتاكتيونا في جميع نقاط البيع ديال الاوتوهول وغنشرحوا لهم بالتدقيق وبالتفصيل جميع الشروط والمستشارين التجاريين ديالنا راهم راه الاشاره ديالكم يقدروا يجاوبوكم على جميع الاسئله ديالكم والاستفسارات ويوريكم حتى الشروط والقابليه ديال الوثائق اللازمه باش ياخذوا هذا الكريدي. كما قلنا قلتي جميع فئه السالاري والموظف فقط والخدام بحال المقاول الذاتي ولا عنده شركه ولا هذا المقاول الذاتي حتى هو لي سوسيتي حاليا بوغ لو مومون حتى السوسيتي عندهم ان اوتر كريدي عندهم كريدي ديالهم هما عندهم كريدي غراتوي هاد عندنا كريدي من بعد غنهضروا على هذا لو سوجي. بالنسبه لي زوتر فواتور عندنا بزاف لي كريدي بزاف عندنا بزاف ديال لي باريم ولكن هاد الباريم بالضبط هذا سي درناه خصيصا في الفيات 500 وعلاش درناه خصيصا في الفيات 500 لانها سيارة عملية لأنها زعما بأنها سيارة اللي مستعملة من طرف سورتو الفئة اللي كتستهدف هذه السيارة هي فئة الشباب وشباب حاليا كيقدروا يكونوا زعما أول خدمة ليهم وبغاو طونوبيل اللي تكون براتيك للافيل وعلى قد جيبهم دونك هاد لو باغيم هذا ولا هاد الكريدي مديور خصيصا للفيات 500 بالنسبة للناس الآخرين عندهم دوطخ باغيم او راه كاين انواع كريديات اخرين عاديين اللي بغى يسبق بزاف اللي بغى يسبق 10 مليون 8 مليون كريدي غراتوي ابتداء من 30% ديال التسبيق 30% ديال التسبيق تستافد من كريدي غراتوي. بالنسبه لثمن الطوموبيل كتبدا ابتداء من 15 و300 الاولى بيان سور بيان ايكيبي اون تيرم دوبسون فيها لا كليم فيها لا بواط ا فيتيس روبوتيزي اوتوماتيك سي اسانس اي 7 ديال الخيل فيها لا لي فيتر الكتريك يعني كاع لي دوبسون اللي غادي يكون يحتاج ان كليون يعني لا كليم الريغولاتور دو فيتيس تقريبا شي بالي هذا اهم اوبسيون بالنسبه لونتخي كاع ما بغيتش شي حاجه اخرى خلاص مشي الا بغى لا دوزيام يعني بلوس دوبسون كيزادوا لي جونت الومنيوم تاكتيل 7 بوس افيك بلوتوث. بالنسبه للناس اللي بغاو لو توا اوفران ولا توا بانوراميك راه كاين لا فيرسيون ديال دوتشي فيتا كيجي فيها اوتوماتيكمون لو توا بانوراميك ويقدر يزيد لكم اوبسيون توا اوفران الا جاتو الغاليه لا كابريولي يقدر ياخذ لا دوتشي فيتا لي موان شير و ou bien équipé en termes d'options. صراحه هذاك حكى احسن مزيان فوالا هادي لاك لو نورمال كل ما كطلع في لاكار وليكرون هي كبيره هنا هذا لاك ليكرون 7 بوس بيان سور فيها اندرويد اوتو ياك اه وي انا ليكرون فيها كاع المعلومات تريب ال كونسوماسيون كل شيء بومي دو فيتيس راه اون كوير بارابور الاولى اه التيسيو ديالو اون كوير انا كاع المعلومات كاع اللي بغيتي كاينين حتى ديال لي بنو حتى هما كاينين وي فيه شحال الاوتونومي هادي عطات 90 كيلومتر خاص الكونسوماسيون حيت هادي الطوموبيل ما حركاتش بزاف هادي ما ضاربه والو الطوموبيل هادي درجه الحراره اتسيترا والتاريخ. المهم انا تيبان لي هاد الطابلو هذا هو احسن واحد اللي يقدر شي واحد يوصل النيفو ديالو. شحال الفرق ما بين هادي كمثال وهاديك الحمراء الحمراء سي مونتري كلوب بيناتهم 15 مليون صبر وخذ سورتو ملي غياخذ هذا الكريدي هذا اللي قلنا ديال عقد الكراء بقابليه الشراء ما غادي تجي والو بارابور لا تريت لي الا داز لا دوزيام فينيسيون هنا الكليما ديجيتال ماشي بحال الاخرى اكزاكتومون هذه لا كليم اوتوماتيك اوتوماتيك الاخرى مانويل